والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فإياك يا عبد الله أن تسأل ميتا مهما كانت مرتبته أو تطلب مددا كطلب رزق أو شفاء مرض أو دفع ضر أو جلب نفع من ميت أو من حي بشر لا يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فإياك يا عبد الله أن تسأل ميتا مهما كانت مرتبته أو تطلب مددا كطلب رزق أو شفاء مرض أو دفع ضر أو جلب نفع من ميت. وهكذا الحي من البشر لا يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فذلكم جميعا إنما يطلب من الله وحده.